هوية بريس. السلام عليكم ورحمة الله. مستخدمة سابقة بشركة فيداسون، كنظن أنه رجعت بعد في مدينة فاس قضية معروفة. شركة فيداسو هي شركة المعلوميات، جات واحد الوقت 19 ماي بالضبط من السنة الفارطة، وقطعوا علينا الضو ومشاو وخلاونا بلا خدمة. ما كان المغيب المشغل ما كاينش، يعني خلاونا لا حقوق لا حتى حاجة لا أجرة. مع هذا الارتفاع الاسعار ومع هذا الشيء اللي وقع في الازمه الدوليه، كاع كل الناس كلها كتعاني، حنا كنعانيو الامرين، لاننا كلها الشركه كلها نساء، تقريبا 90% كيشتغلوا فيها نساء، وراك عارف النساء وكل معانا الارامل، معانا الامراض، معانا اللي كيخدموا على راسهم ما عندهم حتى واحد. وهذه سنه وحنا كنعانيو، ومازال دابا الان حنا مازالين معتصمين في مقر الشركه في هذا بورمانا، شركة فيداسو في شارع بورمانا. ايوا شنو نقول لك، الوضعية مأساوية كما كيقولوا. الانسان ما يخدمش عام كامل وما يتلقاش الصالير ديالو كنهز به، والو ما كاينش حتى استجابة. المهم ما درنا ما حتى لا سنساس ما وقفتش معنا، لان ملي كنمشيو لعندها هي المديرة ما خلصتش علينا من 2019، كانت كتقتطع لنا وما كتخلصناش. هذه هي الحقيقه، المغه اللي وصلنا لها عاد خدينا بها، عاد توصلنا بها عن طريق المحكمه. يعني هذا الشيء كاين. واش غنقول لك، حنا عندنا ثقه في القضاء انه ينصفنا وفي ربي سبحانه وتعالى، وعندنا ثقه حتى في النزهاء والشرفاء ديال هذا الوطن انهم يوقفوا معنا ويجيبوا لنا حقنا. لان ماشي من العار ان مستثمر اجنبي يجي يستثمر يخدم 26 عام يسفل الناس، دخلوا عندهم شباب دابا كلهم صبحوا كهول. وكنشكروا النقابه ديالنا العتيده، هذا الاتحاد العام الشغالي، لانها كان واقف معنا طول هذه المده، الله يجازيهم بالخير. وكنطلبوا من جميع المسؤولين انهم يدخلوا في قضيتنا، لان ماشي مشغل مغربي وغايجيو غنتفاهموا، هذا مشغل اجنبي مشى في حالته ما كنلقاو حتى مع من تحاوروا. الاحكام كتخرج في المحكمه ما كنلقاوش على من نفذوا. لو مالور انهم جاوا وحيدوا الاسم ديالهم السجل التجاري، يعني ما عندنا حتى واحد على من نفذوا. حتى ملي كناخذوا الاحكام ديالنا في المحكمه ما عندناش على من نفذوا. كناشدوا وزاره الخارجيه انها تدخل في موضوعنا وانه يكون استجابه، وانهم يجيبوا هذاك السيد ايف بول المدير البريزيدون العام اللي كان، يجيبوه الى باع، يجيب لنا لمن باع، لان من العار انه الناس تخدم معاك وفتلت لوحه هكا الشارع، لا مستقبل لا حاضر لا حتى الماضي ديالنا تنكس. لان اش غنقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله. فاتح ماي فرصه لنا اننا نجددوا المطالب ديالنا، وان الناس يعرفوا يزيدوا يعرفوا القصه ديالنا، وانهم يتضامنوا معنا ويتعاطفوا معنا. وشكرا لك اخويا. اولا السلام عليكم، حنا مربيات التعليم الاولي خدامين في هذا القطاع، انا والمربيات اللي معايا لمده سنتين. عندنا نظام الاشطر، الشطر الاول والشطر الثاني. الشطر الاول هو تسالى، الشطر الاول كيتكون من 6 اشهر، 6 شهور هي تسالات، حنا دخلنا دابا في 8 شهور، العام تسالى احنا مازال ما تخلصنا. حنا ما كلموش لا جمعيه، ما كلمو حتى شي واحد، حيت عارفين الجمعيه ما بيديهم حتى شي حاجه. حنا باغيين حقنا من الجهات العليا، من النيابه الاكاديمي، انهم يسويونا الوضعيه. كنطالبوا بتسويه الوضعيه، ما خصنا حنا حتى شي حاجه، حنا خصنا الخلصه ديالنا توصلنا في الاول الشهر. كنطالبوا بتسويه الوضعيه، نستافدوا حتى حنا من لا سي ان اس اس، نستافدوا من التقاعد، نستافدوا من بزاف الحوايج، لانه لا يعقل هذا القطاع راه هو اهم حاجه، راه حياه ما قبل تندرس. يعني حنا راه كنوجدوا واحد الفئه عمريه من الاطفال لواحد المستوى الدراسي اللي هو السلك الابتدائي. يعني حنا هما الاساس ديال التعليم، حنا هما لاباز، حنا قطاع مهمش، ما كاينش اللي كيهضر علينا. حنا دابا ساكتين، وبزاف ديال المربيات راهم مورا الخفاء، راهم ما تيهضروش، كيخافوا من الطرد، التهديد، بزاف الحاجه، لان هذه خدمه الناس راه ما داخل ليها الا هو انه محتاج، راه محتاج، راه داخل يخدم، ان راه محتاج كيصرف على اسره، عنده وليدات، بنت مسكينه ما عندهاش اللي يخدم عليها، وبزاف ديال العوامل. واش نقول لك، الزيت اول حاجه خسرنا على الثمن والطحين زياده، تقاعد ما كاينش، حنا ما عندناش تقاعد، شي تقاعد عالي، والو ما عندناش. واش نقول لك، والمازوط والو غلا على الجي، الطار لا الطياره الفوق طار السما. واش حنا صامدين، واش ما عندنا ما نديرو، الانسان حنا غير مساكن ما عندنا ما ندير. واش غنقول لك، اللهم لك الحمد، وحنا غادي مع القضاء الاصغر. واش غنديروا، حنا من ايها الناس، واش حنا نخرجوا على الناس، حنا من ايها الناس.
واخا شغندير واخا هكاك صعيب واش غندير. هوية بريس.